طيب، أن يدفن فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم في البقيع، كيف ترى هذا الأمر؟ ونحن نتحدث عن السيرة العطرة لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم رحمة الله عليه. نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن يمن الله سبحانه وتعالى على أي مسلم أن يدفن في البقيع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا شرف، وأي شرف، هذا يعني فخر له بعد مماته أن يدفن في مثله. تخيل أزعلاء، يعني حتى من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من جوار السوء حتى في الحياة وفي الممات. يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من جوار السوء، سواء نحن ونحن أحياء أو بعد الممات. أن تدفن بجوار، مثلا تدفن بجوار عصاه، تدفن بجوار أناس كانوا والعياذ بالله سيرتهم غير طيبة، فهذا حتى يؤذي الميت بعد مماته. يعني هناك أشخاص بعد مماتهم جاءوا لأهلهم في الرؤى يريدون أن ينتقلوا من قبورهم إلى قبور أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجوار السوء، لأنه دفن بجوار سيء له جار والعياذ بالله يعذب. فهذا أحيانا يؤذي الميت بعد موته إذا كان رجل طيب وما إلى ذلك. فكيف إذا كان بجوارك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعده، إذا كان بجوارك على بعد خطوات قليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر، هذا شرف، هذا يعني شيء نتمناه جميعا، أن ندفن في مثل هذه البقاع وفي مثل هذه الأرض الطيبة المباركة.